بيكم أعزائي مشاهدي تايم سبورتس، حلقة جديدة مختلفة. اتفرجوا معايا لأن هتشوفوا حاجة مختلفة، جايبين لكم التاريخ لحد عينيكم عشان تشوفوا بعينينا حاجة ما حصلتش، حاجة جميلة. الاتحاد الأفريقي أعلن بطولة 1974 في مصر، هنا عندنا عند الفراعنة. 74 كانت مصر عملت ملحمة 73، وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاق، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمالها. مصر اللي عانت من حرب 67 لحد حرب 73، 2311 يوم واربع ساعات وخمسة وخمسين دقيقة. مصر كانت مهزومة، مصر كانت محتلة، مصر كانت منكسرة، مصر كانت حزينة، مصر كانت لابسة اسود، الناس كلها عينيها في الارض. 2311 يوم، ده كان حالنا، ما بنعرفش نضحك، واربع ايام وخمسة وخمسين دقيقة ما بنعرفش نتكلم، مكسوفين، حيرانين، متضايقين. عشنا حروب استنزاف، بيوتنا كلها بقت حزينة، لحد ما جت حرب 73، ملحمتنا، كرامتنا، رجالتنا، ورجعت لنا بلدنا، رجعت لنا حقيقتنا، رجعت لنا أحلامنا، رجعت لنا أرضنا. التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرب أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973. الستات غيروا لبسهم الأسود وبقى أبيض، بس مفيش بيت مفهوش شهيد، مفيش بيت مفهوش دموع. الست المصرية اللي ابنها مات شهيد كانت دموعها نازلة وبتبتسم عشان كرامة بلدها. وابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك، المثل كانت أغنية هزت وجدان الشعب المصري لما غنتها العظيمة شريفة فاضل. طبعا ما أنا أم البطل بدموعها. طبعا ده أنا أم البطل بيحقنوني حبيب يا نور عيني، بيضربوا بيك المسا كل حبايب بتهنيني. طبعا ما أنا أم ده كالحنة، الابتسامة زادت، الفرحة دقت في قلوبنا، لكن دموعنا فضلت. ننتو بتتفرجوا عليا النهاردة وكلنا موجودين النهاردة بسبب الشهداء بتوعنا اللي رفعوا رايتنا، اللي رجعونا كرامتنا، اللي خلونا عايشين في أمن وأمان النهاردة. هم دول، هي دي حقيقتنا، هي دي بطولتنا. عشان كده لما قالوا الأمم الأفريقية في مصر ضحكنا وانبسطنا، ما كانش فارق معانا نكسبها، ما كانش فارق معانا نفوز على مين، لكن كان فارق معانا إن احنا نتجمع مع بعض ونغني، ونغني لمصر ونغني لمنتخبها. الوقت ده المجتمع كان في قمة سعادته، في قمة إحساسه، في قمة أدائه، إيجابياته. المجتمع كله كان سعيد، كل واحد عايز يعمل حاجة يقول بيها رسالته، محدش ساب الحالة الفنية، الحالة الاجتماعية. في الوقت ده مصر كانت عايشاها بشكل غير عادي. نشوة الانتصار في حرب أكتوبر خلت كل الناس تبدع. يعني مثلا لو اتكلمنا على الفن في مصر في الوقت ده، اتفرج على الأفلام اللي ظهرت في الوقت ده كانت معظمها مرتبط بحرب أكتوبر، وبتطلع لك بطولات ولادنا، بطولات جيشنا، بطولات أسودنا في معركة تحرير سيناء ردها لنا. لو تفتكروا معايا فيلم رصاصة لا تزال في جيبي، بطولة محمود ياسين طبعا، نجوى إبراهيم،
ولا فيلم بدور محمود ياسين برضه، لأن هو كان شكله كده محمود ياسين، تحس إن هو مقاتل صلب، ملامح واضحة بتبين عزيمة راجل من جواه. محمود ياسين تركيبته كده، عشان كده كل الأفلام كان لازم تلاقي فيها محمود ياسين. فيلم كمان كان فيلم مثير قوي في الفترة دي طبعا أبناء الصمت، وده كان أحمد زكي بقى، نور الشريف الله يرحمهم، والجميلة الجميلات الرقيقة القمر اللي كانت تظهر كده بس الناس بقاها يبتسم، ميرفت أمين. في أجمل من ميرفت أمين؟ ومع المضحك الباكي محمد صبحي. محمد صبحي ده كان يقدر ياخد مشاعرك زي ما هو عايز، يطلعك فوق ينزلك تحت، يضحكك يعيطك اللي هو عايزه، يقدر يلعب في أحاسيس أي حد. المسرح كمان موقفش، مش بقول لكم سعادة، مش بقول لكم مصر بعد 73 الحالة اختلفت، طلعونا أكتر حاجة مضحكانا لحد دلوقتي، ربنا يديله الصحة. يعني عادل إمام يظل هو زعيم الفن، زعيم خشبة المسرح، زعيم الإحساس الجميل، زعيم الضحكة. لازم وانت بتشوفه لازم تبتسم، عشان يجي معاه الدويتو بتاعه صديق عمره سعيد صالح. ما هو سعيد صالح وعادل إمام لما يطلعوا في أي حاجة لازم يخلوك بتضحك، ومصر كانت عايزة تضحك في الوقت ده. كان معاهم أحمد زكي الله يرحمك، كان رائع، هو ويونس شلبي الكوميدي اللي ما بيجمعش، ومعاهم كمان هادي الجيار الفنان، وبكل ده كان بيقودهم سهير البابلي المدرسة، ربنا يديك الصحة، كانت مدرسة قوي، لأنها كانت بتدور على كلمة الأخلاق اللي دورت بالهمزة ولا بالقاف، بس هي كانت بتدور عشان تقول لكم إن الأخلاق مش بالكلمة، الأخلاق بالمعنى وبالأداء. طبعاً المبدع كان المخرج جلال الشرقاوي في المسرحية دي. كل ده بعد حرب أكتوبر، كل ده مزاج مصر اتغير للمزاج ده، إحساس مصر اتغير للإحساس ده، القلوب بقت بتدق بالشكل ده. مصر رجعت لينا، ومصر رجعت لينا بأغاني عظيمة وأجواء غير عادية، أغاني كانت تهزك، أغاني ترعب القلوب. كل ده عكس لك حالة المجتمع في الوقت ده، المجتمع اللي كان بيدور على الفرحة البسمة، السعادة بالانتصار. كل ده كان فيه أغاني كتيرة، بس أغنية واحدة فضلت معلمة في ودان الناس وفضلت عايشة في قلوبنا، وكان كله بيغنيها حتى والناس داخلة الاستاد في ماتش كورة، كان كله ما بيعملش حاجة غير يغني بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، أذن وكبر بسم الله بسم الله، نصرة لبلدنا بسم الله بسم الله، وبإيد ولادنا بسم الله بسم الله، وأدان علمدنا بسم الله بسم الله، بتحيي جهادنا بسم الله بسم الله، الله أكبر أذن وكبر وقول يا رب النصرة تكبر. حكيت لكم على حالة مصر، حكيت لكم إحنا كنا فين وبقينا فين وجينا لفين، شكلنا بقى عامل إزاي، شوارعنا رجعت جميلة إزاي، كلها ورد. كان زمان في 74 قبل ما أخش لكم بقى على 8 فرق مين اللي لعبوا واستاداتنا إيه وبتاع، كان زمان الورد في الشوارع في مصر بالذات من 74 من 73 في كل حتة، كنت تلاقي كوبري قصر النيل ده نازل عليه أثار الزرع في كل حتة، ورد في الميادين عند كوبري الجلاء، مصر الجديدة، المهندسين، اسكندرية، أسوان، كل حاجة معمولة بالورد. الورد كان أهم حاجة موجودة عندنا. مش هكلمكم طبعا الأوبرا، المسارح، السينما، كله بقى فل، الشعب خرج من بيوته، خرج من حزنه، خرج من تعاسته عشان يستقبل 8 فرق لأول مرة جايين عندنا. طبعا احنا أصحاب الأرض، فاحنا موجودين في البطولة ومعانا الكونغو برازافيل، لأن هي اللي كسبانة آخر بطولة زي ما حكينا التاريخ في الكاميرون آخر بطولة، بس جالنا 8 فرق منهم 2 لأول مرة جايين يشوفوا أرض الفراعنة ويقضوا فيها وقتهم الكروي، موريشيوس وزامبيا، فرقتين بلدين محترمين قوي جم لمصر. مصر البطولة دي بقى استعرضت نفسها، مش بس بطولاتها، مش بس عبورنا خط برليف، مش بس عبورنا القناة، لا كمان استعرضنا البنية الرياضية الأساسية بتاعتنا. استاد القاهرة أو الاستاد اللي اتبنى في عهد جمال عبد الناصر كان واو، تحفة فنية، 100,000 متفرج،
ولو ضفت العمدان وضفت الأسوار وضفت اللي داخلين واللي خارجين واللي قاعدين والضيوف تعمل 125-125 ألف متفرج. استاد اسكندرية منارة، يعني اتعمل عشان يكون منارة، استاد تاريخي كل ركن فيه التاريخ بيتكلم منه. كان كمان استاد ملهم قوي، اللعيبة كانوا يخشوه والله، وانا كنت بخش وانا لاعب، او لحد النهاردة اللعيبة ما بتخشه لما يتفتح بالعافية، يعني تخش تحس التاريخ فيه هو واستاد القاهرة. عشان كده الأفارقة لما يشوفوا استاد القاهرة يقول لك ده مقبرة، ده هنتغلب. لما يشوفوا استاد اسكندرية تلاقي لعيبة ما بتخشش الملعب، لعيبة واقفة تتصور حوالين الملعب. يعني استاد القاهرة واستاد اسكندرية، وتضيف عليهم استاد دمنهور. دمنهور كان عندها استاد، والله دمنهور كان عندها استاد، دمنهور كان عندها استاد وكان بيشيل حوالي 20-25 ألف متفرج. وأكيد استاد غزل المحلة، المحلة كانت قوة كروية كبيرة قوي. وطبعا كان موجود استاد الإسماعيلية والبورسعيد، بس اخترنا الأربعة دول قريبين شوية من القاهرة عشان المسافات، عشان كل حاجة تبقى مظبوطة. كل حاجة كانت جميلة. الموسم الكروي في الوقت ده الدوري والكاس اتلغوا فيه في نص الموسم، وده طبعا احنا عارفين ليه. نلغي 50 موسم، ده اللي نلغي موسم، ده اللي نقول عليه موسم استثنائي، ده اللي عليه موسم نأجل المباريات ونلخبط المباريات، لأنه كان حرب أكتوبر مش بطولة زيادة ولا حاجة زيادة ولا بتاع. ده الموسم اللي نلغي له دوري وكاس عشان بطولة أكتوبر. البطولة طبعا أكيد اتقال عليها بطولة 6 أكتوبر، لأن هي دي كان الاسم والمعنى اللي الناس كله بتقوله، والمجد، المجد اللي كان الشعب المصري عايشه. طبعا كان اللي بيقوم بكل المهام وبيستعد للبطولة بشكل غير عادي السيد محمد أحمد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت ده. بس الناس كلها كانت بتساعده، يعني رئيس النادي الأهلي في الوقت ده الفريق عبد المحسن مرتجي كان موفر ومسخر وقت كله لدعم اتحاد الكرة. محمد حسن حلمي رئيس نادي الزمالك ما بيعملش حاجة غير بيساعد وبيوصل كل الدعم الاتحاد الكرة. كله كان مجتمع في حب مصر، في تقديم مصر بصورة حلوة. طبعا انتوا عارفين ان مصر كانت كسبانة البطولة دي مرتين، وغانا كمان، الفراعنة مرتين، والنجوم اللي هبطت من السماء في افريقيا مرتين غانا. اثيوبيا كان ليها نصيب، والحمد لله ان اللي بقى لها نصيب تعبوا قوي عشان ياخدوه، لان هي من الناس اللي اسسوا معانا الاتحاد الافريقي. السودان كمان في وقت جعفر نميري رئيس السودان عرفوا يبقى لهم نصيب وياخدوا بطولة، ارتحنا. يعني مصر، اثيوبيا، السودان اللي كونوا ده كله نجحوا الحمد لله. مصر خدت مرتين، اثيوبيا مرة، السودان مرة، معاهم ضيوف دخلوا وغيروا التاريخ الكرة في الوقت ده، الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو، كل واحد مرة. دول 8 بطولات قبل كده دي كانت نتائجهم. طبعا يظل الهداف التاريخي لحد سنة 1974، أنا بحكي لكم دايما التاريخ واللي قبله مش اللي بعده. احنا واقفين 1974 واحنا ابتدينا من سنة 57، لوران بوكو 14 هدف، ويظل كابتن الديبة الاسكندراني صاحب السوبر هاتريك الوحيد في نهائي افريقي لحد النسخة 1974، ويظل الكابتن محمد لطيف والكابتن مراد فهمي اول 2 مديرين فنيين يرفعوا كاس البطولة. كابتن الشاذلي كان وصل ل 11 هدف في لحد البطولة 1974. مصر بتستقبل الحفلة الأفريقية، الاحتفالية الأفريقية، الأمم الأفريقية 1974. التصفيات دي برضو من التصفيات اللي شارك فيها فرق كتيرة من أو منتخبات كتيرة من إفريقيا، يعني حوالي 24 فريق، والأول مرة تتعمل كمان على 3 أدوار، دور تمهيدي ودور أول ودور نهائي وبعد كده يطلع، لأن كانوا عايزين برضو 8 فرق، المرة دي دخل 28. وكانت بتتعمل المباريات كلها بنظام الذهاب والعودة على أرضك وعلى أرضي، يعني ما اتعملتش بنظام المجاميع اللي هو حيجي بعد كده، اتعملت كلها مباريات نوك أوت، أنا لعبك وتلعبني على أرضي واللي يكسب. يعني الدور التمهيدي كان المفروض يتلعب فيه 3 مباريات بس، عجيبة ما تلعبش فيهم غير ماتش واحد. كل اللي احنا قلناه ده ماتش واحد، أوغندا والصومال، وأوغندا كسبت 5-2 مجموع المباراتين،
بقيه المباريات كلها ما تلعبتش، لان دايما في طرف بينسحب. يعني مثلا الجابون كان لازم تلعب افريقيا الوسطى، الجابون انسحبت. بنين كان لازم تلعب سيراليون، بنين انسحبت. كل ده ابتدى بعد كده الدور الثاني مفاجآت كبيره، زي مثلا اثيوبيا خرجت من البطوله على ايد تنزانيا، واثيوبيا بطل ومؤسس الاتحاد الافريقي. السودان كمان بطل من ابطال الامم الافريقيه، خرج على ايد نيجيريا. كل دول خرجوا من الدور الاول، وان انت تخرج اثيوبيا والسودان في الوقت ده ده حاجه كبيره. كمان من التصفيات الغريب في التصفيات مثلا منتخب زي مالي اللي هو كان وصيف البطوله السابقه على طول، يخرج على ايد غينيا بضربات الجزاء. الجزائر، الجزائر اللي هي دلوقتي ليها شنة ورنة، خرجت بسهولة على إيد أوغندا. غانا، النجوم اللي هبطت على الأرض، وحش وغول إفريقيا، خرجوا من التصفيات ومن المرة التانية وعلى إيد كوت ديفوار. والهزيمة كانت إيه؟ رايح جاي. يا نهار أبيض، ده كل حاجة رايحة لمصر بقى تكسب البطولة، لأن المفروض بعد ده كله مصر بقى كانت تكسب البطولة. لأن يعني إن غانا تخسر 3-0 و1-0 دي صعب. كمان زامبيا لأول مرة تيجي بقى مصر على حساب مين؟ نيجيريا، بعد ما فازت 5-1 واتغلبت 3-2 في نيجيريا. وبكده يبقى الفرق الستة اللي جم عندنا في ضيافتنا في مصر أم الدنيا، غينيا وكوت ديفوار وموريشيوس، أوغندا، زائير، الكونغو كينشاسا أو يعني الكونغو الديمقراطية دلوقتي، وزامبيا، ده طبعاً بالإضافة لمصر والكونغو حامل اللقب. بطولة متجمعة كل حاجة فيها كانت متهيئة إن مصر تكون البطل، بس ما كانش فارق معانا صدقوني، إحنا كنا أبطال كلنا في الوقت ده، عشان رجعنا حق بلدنا، رجعنا سينا. لكن البطولة كانت ملهمة للشعب المصري، استكمال لمسيرة النجاح. لكن أحداث البطولة حاجة تانية، هحكي دلوقتي وأقول لكم إيه اللي حصل فيها. منتخب مصر، منتخب مصر اتجمع وبيستعد بحماسة شعبه. الناس دي كانت تمشي في الشارع محدش بيتكلم، الناس تبص لبعض ما بيقولوش غير الله أكبر، ينادوا على منتخب مصر الله أكبر. ما كانش عند الناس هو ده، ما كانش بيقعدوا يقولوا مصر مصر ما... لا لا، الله أكبر. الشعب ده عاش المعنى ده من جنودنا، من شهدائنا، من أبطالنا في حرب أكتوبر. المدير الفني كان كرامر، ديتمار كرامر. محمد أحمد قدر يتعاقد مع واحد من أهم المديرين الفنيين في العالم عشان يجيبوا المنتخب مصر، لدرجة أن بعد منتخب مصر راح مسك بايرن ميونخ. ألمانيا الغربية ما كانتش لسه الموحدة، وكان ده في السبعينات طبعاً، ولعب بطولة أوروبا للأندية أبطال الدولة وفاز بيها مرتين. كرامر ده حدوتة، قصة، تاريخ في عالم الكورة، لدرجة ان هم في اليابان بيعتبروه الأب الشرعي لكلمة كرة القدم اليابانية، لأن هو اللي مسك اليابان في الستينات قبل حتى ما كان يجي مصر. وكرامر قعد علمهم يعني إيه كورة، يعني إيه 11 بيحسوا ويفكروا ويلعبوا بقلب واحد وبإحساس واحد، يعني إيه تمثل بلدك وترفع علمك. راح كده في اليابان وعلمهم، علم أبناء اليابان إزاي يلعبوا كورة. دلوقتي شوفوا اليابان وصلت لفين، بس كان أساسهم كرامر اللي كان ماسك مصر في بطولة أفريقيا 1974. النجوم في منتخب مصر 74 كانوا نجوم، نجوم قوي، مش نجوم بتتقلهم علشان تتقلهم الكلمة، لا، كانوا نجوم، كل واحد ليه لمعته وطلته وهبته وأداؤه وقدراته وشخصيته وفنياته.
وذكائه ده كان منتخب مصر. لما تيجي تبص عند مين في الأسماء على طول تلاقي المعلم حسن شحاتة، وكان بيغنوله على طول حسن شحاتة يا معلم خلي الشبكة تتكلم على طول. ده جمهور مصر لحسن شحاتة. الفاكهة كمان كانت موجودة على بجريشة، طعم ولون ريحة حلوة، والفاكهة لأن الإسماعيلية ما بتطلعش غير فواكه، ريحة حلوة، طعم حلو، أداء حلو على بجريشة. من لعيبة زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت اللي يقدروا يتعاملوا مع الجاذبية الأرضية بشكل مختلف، يطلع ويقف ويغير اتجاهات راسه شمال ويمين وتلاقي الكرة في الشبكة. ده كمان كان على بجريشة. كان كمان الجواهرجي، وقالوا عليه الجواهرجي مش عشان كان عنده أكبر محل ذهب في مصر، قالوا عليه الجواهرجي لأن هو فعلا كان إيراد 24 في الملعب. طه بصي الله يرحمه كان حاجة كده بتبرق بتلمع. وده كمان كان موجود، كان موجود بيبو محمود الخطيب. بيبو اللي كان الهتاف الشعبي لكل جمهور الأهلي وكمان جمهور مصر منتخب مصر. بيبو بيبو على طول كانت تتقال في الملعب، الملعب يتهز يتهز، تحس الناس كلها بص على الأسماء دي اللي بقول لكم عليها وبيعتبروهم ولادهم، محاربين كمان، لأن خلاص شخصية الجندي، شخصية البطل، شخصية المقاتل بقت هي رؤية الشعب، كلهم شافوهم كده. لكن بيبو في الوقت ده كانت المشاركة بتاعته لسه بادية، كان عامل مشاركتين أو ثلاثة بس في الدوري. مصر في البطولة دي وقعت في المجموعة طبعا احنا الأولى، لأن احنا أصحاب الأرض. كان معانا زامبيا، أوغندا، كوت ديفوار. مصر قدرت تتصدر المجموعة، كسبت أوغندا 2-1 بأهداف علي أبو جريشة وعلي خليل اللي كان يعمل رجليه كده من فوق الكورة يسحبها شمال ويمين، أي مدافع يتلخبط ويقع في وسط نفسه ما يعرفش يتصرف إزاي، يقع على الأرض على طول. كان عليه أسلوب حركة رجل كده يفوتها من فوق الكورة، أي مدافع كان يتحرك شمال ويمين. الحاجات دي كان في الوقت ده اختراعات، خيال لاعب. علي خليل كان لعيب عنده خيال، كان عنده أخلاق كمان، هحكي لكم أخلاقه. لما مرة كرة دخلت من بره في ماتش زمالك وإسماعيلي وقال لا ما دخلتش، مع أن الزمالك كان يقدر يكسب في اليوم ده. مش قلت لكم مدرسة المشاغبين وسهير البابلي لما دورت على الأخلاق بالهمزة ولا بالقاف كانت بتدور على الحقيقة أن الإنسان المصري دي تبقى أخلاقه. وعلي خليل شاف الكرة من أوت وقال الكرة أوت رغم أن الحكم حسبها جول. في الأوغندا جاب في الجو في الماتش ده ستالي، بس جابه في الدقيقة 28. بس مصر بعد كده طحنت زامبيا 3-1. جمال عبد العظيم ابتدى الأهداف في الدقيقة 4. جمال عبد العظيم ده كان لعيب نادي القناة، ما كانش لسه راح الأهلي، ودايما مدام على أبو جريشة في الملعب لازم يحط بصمته. والجواهرجي كمان ال 24 إيراد طه بصري لو في الملعب كمان لازم يحط بصمته. 3-1 شيتالو جاب جون زامبيا، بس ما كانش فارق خالص في المباراة. بعد كده مصر كمان كسبت كوت ديفوار، وكوت ديفوار كانت من الفرق اللي بتتحول وبتتغير. لكن المرة دي بقى مين اللي جاب الجوان؟ الشاذلي جاب الهدف الأول، عشان أعتقد يتم كده 12 هدف في مسيرته التهديفية للأمم الأفريقية ويبقى أحد أعظم عظماء تاريخ مصر وإفريقيا كمان. الشاذلي كل حلقة بقعد أقول نفسي أشوف له حاجة تليق بيه في البلد دي غير اسمه، لازم يبقى له حقيقة تانية غير إن حد يكتب له ملعب ولا حاجة سواء في نادي الترسانة أو في مصر. الهدف التاني جابه علي خليل، كان أعجوبة، الأعجوبة علي خليل. مصر وصلت للسيمي فاينال عشان تلاعب زعير، استاد 100,000 واحد، صدقوني 120,000 واحد، ماتش سيمي فاينال مصر وزئير، ومصر لازم تكسب، الناس كلها بتهتف الله أكبر، ومصر نازلة تلعب كرة غير عادية، أداء غير عادي، الملعب بيترج. الاستاد كله أسمنت وخرسانة، الاستاد كله أسمنت وخرسانة، بس الملعب بيتهز من رجلين الناس، كله بيدبدب كده في كل هجمة، كله بيسقف كده، الملعب بيتهز من الإحساس اللي طالع من الجمهور.
وتبتدي المباراة وفرقة زاير باللخبطة بالخوف بالفزع من الجمهور. صدقني هدف بسبب الجمهور. إيلونجو يجيب جون في نفسه، يعني أول هدف لمصر إيلونجا جاب الجون في نفسه. بعد كده ده كان في الدقيقة 41، في الدقيقة 54 على بوجريشا يحط بصمته، يحط الجون بتاعه 2-0. سعادة في الاستاد، مفيش بعد كده، رايحين للفاينل. اللعيبة سابت الماتش بدماغهم وراحوا الفاينل. اللعيبة فقدوا تركيزهم جوه الماتش اللي لسه مخلص من الدقيقة 54 وبقوا يفكروا في الفاينل ومين يغير ومين يروح يجيب جون، وفقدوا تركيزهم، فقدوا انضباطهم، وفقدوا التزامهم في الملعب. علشان فجأة وفي 10 12 17 دقيقة زاير تجيب 3 تجوان ورا بعض. مش عايز افتكر اسمائهم، مش عايز اقول مولامبا جاب الجون الاول وجاب الجون الثالث، ومش عايز اقول كيدمو جاب الجون الثاني، مش عايز افتكر ده، لان الجمهور سكت. الجمهور مش زعلان، لان نصر اكتوبر خلاص زقزق قلوب الناس، محدش يقدر يحزننا تاني. مباراة اتقلبت من قمة الفوز والسيطرة. لعيبة فقدوا تركيزهم، فقدوا أدائهم، فقدوا انضباطهم. زير ضحكت علينا وسط أرضنا وخطفوا 3 جوان عشان هم يطلعوا يلعبوا الفاينل، وإحنا رحنا للأسف لعبنا على الثالث والرابع، ولعبناها ضد جمهورية الكونغو اللي هي كانت واخدة كأس الأمم الأفريقية الأخير، وكسبناها 4-0. كان ظهور رائع في المباراة دي لمصطفى عبده المجري، لما كان يجري ويرفع الأوفر بتاعه محدش يقدر عليه. السريع مصطفى عبده ستايله كان غير عادي، أوروبي، كان حاجة غير عادية. والمعلم راح جايب جونين كمان، لكن ده على بوجريشا نزلته في الماتش هيجيب جون. مصر كسبت الكونغو 4-0 وخدت المركز الثالث. دي كانت حدوتة مصر في بطولة 1974، لكن هحكي لكم بعد كده حدوتة البطولة كلها. ديتمار كرامر المدير الفني لمنتخب مصر 1974، بطولة على أرضنا، اختار قائمة منتخب مصر. حسن عرابي نجم الاتحاد، أسطورة من أساطير الاتحاد. أنا وأنا بقول الأسماء دي صدقوني قلبي بيدق، لأن الأسماء دي وإحنا أطفال كنا بنشوفوا عنهم أساطير. حسن عرابي أنا أتذكر أنه كان بيلعب إفريقيا مرة، أعتقد في إثيوبيا كاميرون حاجة كده، صد 4 ضربات جزاء أو 5 ضربات جزاء، صدهم يعني مش جم في الأوت، صدهم. يجي بعديه كابتن حسن علي حارس مرمى الترساني الأكروباتي، غير عادي، دايما طاير لافف في الهواء وقع على الأرض بشكل الناس تروح ضحكة، كان بيدي فرحة في المدرج وهو بيصد كورة ويتسقفوله، كان غير عادي، وحش من وحوش إفريقيا اللي ظهر في الوقت ده. كانش ليه حل، لو وقف يسد الجول ما بيضحكش غير في السينما، ضحك في السينما بس لما مثل مع فريد شوقي مع سمير غانم. إكرامي كان حارس الأهلي، هاني مصطفى كابتن الكبير، هاني مصطفى كابتن الجوهري الصغير من الزمالك، كابتن محمد توفيق من الزمالك، كابتن حسن درويش من الإسماعيلي، محمد أبو أمين من الإسماعيلي، ومحمد أبو العز من الترسانة. السياجي من محلة وخش على منطقة نص الملعب، الاتنين دول يتقالوا مع بعض الطعم كده، راكبين على بعض، لما يخشوا في المنطقة دي يقلبوا. فاروق جعفر وحسن شحاتة، فاروق جعفر كان أسطورة، قالوا عليه أوناسيس، قالوا عليه نجم النجوم، قالوا عليه فز في تفكيره، قالوا عليه لئيم، قالوا عليه خبيث، قالوا عليه كل حاجة، لكن هو كان لعيب عجوبة. وحسن شحاتة أنا كلمتكم عليه، ده كفاية إن هو معلم قصة منطقة النص. علي خليل الزمالك، وعلي بوجريشة الإسماعيلي، وحسن الشاذلي
الترسانة وبيبو محمود الخطيب، الأهلي والجواهرجي طه بصري، الزمالك ورأفت مكي، الترسانة وسيد بازوكا من الإسماعيلي. وبصراحة كلهم يستحقوا، وبصراحة كلهم كانوا نجوم وقوي، وجودهم في الملعب سواء كسبوا خسروا كان ممتع. ديتمر كرامر هي دي كانت قيمته لمنتخب مصر 1974. واقعة تاريخية أو موقف تاريخي قوي في البطولة دي، وكان طريف جداً، إن الجماهير كانت زيادة على اللزوم بالذات في ماتشات مصر، لكن كان ضعيف جداً في كل المباريات. يعني المباراة كوم ومباراة منتخب مصر كوم، لكن ملعب بقى دمنهور كان ليه كوم تاني لوحده. وملعب دمنهور جايبه لأن هو حدث فريد من نوعه اللي احنا نتكلم عنه، لأن حدث دمنهور ده كان ليه لاعب معين لعب فيه وقلب الدنيا، وهو لاعب زئير، لدرجة عليه أطلق أنه أمير ملعب زئير، برينس أوف دمنهور، بيير مولامبا. ومولامبا ده كان لاعب زئيري، كان بيلعب في فيتا كلاب، لو حابين أجيب لكم اسم النادي من في التاريخ ومن دلوقتي. وكان متألق متألق قوي مع منتخب بلاده زئير. في الدور الأول جاب 3 أهداف كلهم على ملعب دمنهور. لما راح على ملعب اسكندرية ما جابش ولا جون، فالناس قعدت تضحك، قالوا له ارجع عندنا يا مولامبا علشان تجيب جوان. مولامبا في بلاده كان مسمينه الجوست، الشبح، وده التألق بتاعه بصراحة ابتدى من ملعب دمنهور. عشان كده في بلاده ما كانوش يكتبوا عنه غير برينس اوف دمنهور او امير دمنهور في ملاعبهم. هو كان ملعب وش السعد على زئير، لانه بعد كده مولامبا كسب هداف البطولة بـ9 أهداف، ودي كانت قصة من قصص البطولة. نتائج المباريات، المجموعة الأولى مبارياتها ابتدت طبعا مصر أول مباراة ضد أوغندا وكسبت 2-1، بعد كده زامبيا وكوت ديفوار، زامبيا كسبت 1-0، بعد كده مصر وزامبيا، مصر كسبت 3-1، بعد كده كوت ديفوار وأوغندا تعادلوا 2-2، بعد كده مصر كسبت كوت ديفوار 2-0. مش عارف مصر ازاي فقدت البطولة دي بصراحة. زامبيا وأوغندا، زامبيا كسبت 1-0. المجموعة التانية بقى اللي كان فيها زئير، زئير وغينيا 2-1 لزئير، جمهورية الكونغو وموريشيوس 2-1 للكونغو، بعد كده غينيا وموريشيوس 2-1 لغينيا، بعد كده الكونغو وزئير 2-1 للكونغو. مباراة غريبة قوي. بعد كده كونغو وغينيا 1-1، قد يكون التعادل الوحيد في المجموعة. بعد كده زئير افترست موريشيوس 4-1. طبعا زي ما شفنا نص النهائي المؤلم، مش قوي لأن كنا جايين من حرب أكتوبر، لكن هو زعل الجماهير اللي حضرت المباراة أو الجماهير المصرية. مصر ضد زئير 3-2 في أغرب 15-17 دقيقة في البطولة، لما زئير سرقت مصر في 3 جوان. بعد كده زامبيا كسبت الكونغو 4-2. المركز الثالث طبعا قلت لكم مصر كسبته بعد ما كسبت 4-0 جمهورية الكونغو. وبعد كده كان النهائي، والنهائي ليه حدوته، والنهائي ليه شكله، والنهائي ليه طعمه، والنهائي في مصر من غير مصر غريب، صعب علينا، صعب على جماهيرنا، بس كان نهائي. بطولة الأمم الأفريقية 1974 على أرض مصر من غير مصر، مؤلم قوي. لكن النهائي ده كمان بصراحة اللي حصل فيه ما حصلش
في تاريخ الأمم الأفريقية، محدش يقدر يشوفه تاني، ما يتكررش. مباراة نهائية ما فيهاش مصر، مباراة نهائية بين زائير وزامبيا وتلعب على مرتين. المباراة الأولى انتهت بالتعادل 1-1 في استاد القاهرة في حضور جماهيري معقول، يعني ما نقدرش نقول حجم استاد القاهرة اتملى، يعني الناس اللي راحت تشوف متغاظة مين اللي كسب مصر بس، أو اللي ما عرفوش يخشوا الاستاد قبل كده حب يروحوه المرة دي، لأن الناس كتير أو ما عرفتش تروح البطولة دي، في المرة دي لقوا تذاكر فعرفوا يروحوا الاستاد. بس في الوقت ده ما كانش فيه نظام ركلات الترجيح أو ضربات الجزاء أو مين يكسب بضربات الجزاء، النظام ده ما كانش موجود. في الاتحاد الأفريقي كان لسه بيقابل المشاكل دي، فقال لا 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 لا، المباراة تتعاد تاني، يعني النهائي يتلعب تاني بعدها بيومين. طبعا بعدها بيومين وفي استاد القاهرة اللي بيشيل 100,000، يعني 20-30,000 اللي معرفوش يخشوا استاد القاهرة حضروا المباراة الأولانية، تيجي المباراة تتعاد طبعا مراش حد. استاد شايل 100,000 في نهائي أمم أفريقية، في ناس زعلت إن مصر اتغلبت، لكن الناس عندها فرحة تانية، أنا قلت لكم في قلوبها إيه. فالناس ما راحتش، راح 2,000 واحد 3,000 واحد، مجاملة أصحابي، يعني الناس اللي بيشتغلوا في الملعب أو المنظمين في البطولة جاملوا وراحوا، وزائير كسبت البطولة 2-0. ملمبة جاب الجنين، أمير ملعب دمنهور، برينس أوف دمنهور، هداف، بطل، كسب بلده بطولة الأمم الأفريقية التاسعة 1974. كل بطولة ليها أساطيرها، كل بطولة ليها نجومها، كل بطولة ليها اللعيبة اللي بتعيش في دماغ الناس. لعيبة كتيرة قوي في البطولة دي متعوا الناس ومتعوا التاريخ وحفروا اسمهم في التاريخ. على طول لما تبص هو على أبو جريشة أول واحد علق في دماغ الناس، أول واحد أداؤه كان مبهر للناس، جاب 4 أهداف في البطولة دي، كان تاني هداف طبعا البطولة. ملمبة أمير دمنهور هو الأول، بقى عديه على طول على أبو جريشة. ملمبة طبعا انتوا عارفين ان احنا اتكلمنا عنه وجاب 9 تجوان، بس على أبو جريشة كان نجم قوي في البطولة دي، لمساته كلها كانت تحس ان هو سيمفونية مختلفة بإيقاع مختلف بمعنى مختلف، ده كان على أبو جريشة. نجم كمان في البطولة دي كان نجم قوي وستار قوي وبرضه يتقال عليه أسطورة قوي، برنارد شاندر. برنارد شاندر ده اللي كان بيقولوا عليه البامبر، ده كان هداف، وده هو اللي خلى بلده توصل للمباراة النهائية في الهاتريك الرهيب الممتع، 3 جوان كانوا أحلى من بعض، التاريخ قال كده. ده منهم كرة خبطت في العارضة وهي بتخش في الجون مش طبيعية من جمالها، إنها دخلت الناحية التانية ففضلت معلقة في جمهور مصر. اللي حضروا المباراة دي في الملعب حكونا تفاصيلها لأنها كانت مباراة غير عادية. كمان عندنا أسطورة كمان، وده كان عنده رقم بقى عالمي، عالمي في التاريخ، حطم بيه كل حاجة، شيتالو برضو كان لاعب من زامبيا. شيتالو ده تصدقوا موسم واحد جاب 116 هدف، وده جاي لاعب عندنا هنا في مصر، تحد في العالم، حتى العالم الحديث الكروي، ميسي، كريستيانو، صلاح، هازارد، كل دول في حد شاف الرقم ده 116 هدف في موسم واحد؟ أسطورة كانت في ملعبنا. قلتلكوا بطولة كانت مليانة أساطير، مليانة حكايات، مليانة لقطات ولحظات مفرحة ومحزنة، لكن كانت بطولة متميزة لأن هي كانت في مصر وسنة 74، وبعد ما رفعنا علم النصر ورفعنا مناخيرنا لفوق وقلنا تحيا مصر،
الله أكبر، بطولة استضفنا فيها كل الأفارقة، خرجوا كلهم مبسوطين. إحنا زعلنا شوية إن فقدنا البطولة، لكن ما فقدناش حاجة لأن كنا كسبنا حاجات كتير قبل كده. بطولة ممتعة. 1974 زئير بطل الأمم الأفريقية في مصر.